سقوط مسيرة تابعة للاحتلال التركي بريف منبج بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على الشمال السوري. تقارير تؤكد حصول تقدم إيجابي في مفاوضات القاهرة بشأن اتفاق هدنة في قطاع غزة. خمس غارات جوية أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 1 مليار يورو إلى لبنان لدعم الأمن والاقتصاد المتعثر. منظمة العفو الدولية تطالب السلطات بإقليم كردستان بوضع حد لاعتداءاتها على الصحفيين. بعد اعتقال دام 15 عاماً، طهران تنفذ حكم الإعدام بحق سجين سياسي كردي. قوة الدعم السريع تحشد أعداداً كبيرة من عناصرها حول مدينة الفاشر بولاية دارفور غرب السودان.